السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هناخد محاضرة جديدة، هنكمل بقية المحاضرة اللي خدناها ان شاء الله في الفيس تو فيس. النهاردة هناخد ليفلز اوف مانجمنت، هنتكلم عن المستويات الإدارية. احنا بنتكلم ان احنا عندنا في اي مؤسسة عندي ثلاث مستويات رئيسية، وده اللي هنشوفه في السلايد اللي جاي، او ممكن نطلق عليها ذا ستراكشر اوف اورجانيزيشن. ده ممكن اقولها كده ليفلز، يعني اسميها ليفلز اوف مانجمنت او ستراكشر اوف اورجانيزيشن، الاثنين ماشي حالا. هنا بنتكلم ان although there are many structures in any organization but the most common organizational structure is like the shape of a pyramid. يعني لما نيجي نتكلم، وده هنشوفه في السلايد اللي جايه، ان احنا بنقول ان اي مؤسسه او اي منظمه بيكون عندها ثلاث مستويات اداريه: مستوى الإداري الأعلى، مستوى الإداري المتوسط، مستوى الإداري الأدنى. وكل واحدة من دول ليهم وظائف وبيتسموا بأسماء معينة. ده اللي احنا إن شاء الله هنشرحه مع بعض. لما نقول إن organization has three levels of management، يعني عندنا ثلاث مستويات للإدارة. ثلاث مستويات للإدارة بالشكل المرسوم قدامنا هنا. عندي في البداية بنبدأ ليه واخد الشيب بتاعه يعني like pyramids، لأنه هو عدد الموظفين في المستويات الإدارية الأدنى بيكون أكتر. كل ما بتدرج واطلع لفوق أكتر معناته إن العدد بيقل. ممكن يبقى في مؤسسة عدد الموظفين فيها بيشتغلوا كتير جدا، لكن مش الكل بيوصل للتوب ليفل أوف مانجمنت، لأنه مش الكل بيوصل للليفل الأعلى أو بيبقى مثلا مدير. لكن في مع الغالبية ممكن يكون عندي مديرين، لكن يعني موظفين معظمهم موظفين، لكن القليل اللي بيوصل ان بيكون في التوب ليفل مانجمنت، مش عددهم ما بيبقاش كتير. عشان كده بنقول ان القاعده العريضه للمثلث او الشكل البيراميد بياخد الشكل. القاعده العريضه عندي هنا كبيره قوي، كل ما بتدرج في المستوى الاداري ببتدي اقل 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 الى ان اصل الى التوب بتاع المثلث. طيب ده بالنسبة للمستويات الإدارية. كل مستوى من المستويات الإدارية دي في المديرين بيشتغلوا فيها، لأن مش بالرغم ان احنا بنسميهم مديرين، لكن كل واحد ليه وظائف مختلفة عن الأدوار اللي فوق. انا لما باجي اتكلم هنا على الستراكشر اوف اورجانيزيشن بقول برضو عندي برضو ببدأ من تحت. من مانجيريال امبلويز، يعني الموظفين الغير إداريين. ما فيش مؤسسة إلا بيشتغل فيها كاست كبير ما بيبقاش تخصصه في مجال الإدارة أو ما بيبقاش إداري، لكن ممكن يكون حراس أمن، كافيتيريا، عمال نظافة. الناس دي كلها بتشتغل، موجودة بتشتغل. عشان كده بنسميها non managerial workers. You can say workers, you can say employees as you like. فعشان كده بنقول إن مش كل الناس بتكون في داخل المؤسسة بتشتغل وظيفة إدارية، لا، لاني في الوظائف بيكون عندي وظائف متنوعه. فانا في البدايه في المثلث هنا عندي لما باجي اقسم المديرين، يعني المثلث اللي فات انا قسمت المستويات الاداريه، لكن لما باجي اقسم المديرين بقول ان انا عندي في البدايه خالص نون مانجيريال امبلويز، دي الموظفين الغير اداريين. بعد كده بطلع فيرست لاين مانجرز، ودول هنشوفهم بيعملوا ايه ووظيفتهم ايه وممكن نطلق عليهم اسماء ايه. وبعدين بطلع بعد كده ابتدينا نقل، بطلع على الميدل مانجرز، في الاخر خالص بوصل للتوب مانجرز. تعالوا نشوف اول مستوى عندنا، بنتكلم ذا لويست ليفل اوف مانجمنت او ادنى المستويات اللي هو المستوى اللي تحت، او لوور يو كان سي لوور ليفل اوف مانجمنت. ايه الليفل ده موجود فيه ايه؟ قال لك ذا ليفل وير ذا مانجر مانج ذا ورك اوف ذا نون مانجيريال امبلويز. يعني الناس دي بتبقى مسؤولة عن المستوى الأدنى. على فكرة دايما في المثلث دايما المستوى الإداري الأعلى بيبقى مسؤول عن المستوى الإداري الأعلى، المستوى الإداري الأعلى مسؤول عن المستوى الإداري الأعلى. فبنتكلم إن اللي هو اللوست ليفل اللي هو الأدنى، المستوى الإداري الأدنى، يعني اللي هو واخد القاعدة من المثلث. المانجرز هنا مانج يعني بيديروا ايه؟ بيديروا the work of the non-managerial employees، بيديروا الاعمال بتاعة non-managerial employees اللي هو الناس الغير اداريين. ده بالنسبة للليفل ده. وكمان مش بس كمان بيعملوا، قالك ايه؟ they provide service to the organizations, customers and coordinate the activities of operating employees. هما مش بس كمان بيعملوا كده، ده هما كمان بيقدموا خدمات سواء للعملاء اللي موجودين، وبيقدموا بيعملوا تنسيق لكل الأنشطة اللي موجودة داخل المؤسسة.
اللي هو المستوى الإداري، لأني هنشوف أنا بعد ما أشرح من تحت لفوق هرجع لك تاني همسك من فوق لتحت عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية معانا إزاي. فإحنا بنتكلم هنا أن المستوى الإداري ده هو بيعمل عملية، بيقدم خدمات للعملاء الكاستمرز اللي موجودين أو اللي بتتعامل معاهم الأورجانيزيشن، وفي نفس التوقيت هما بيعملوا كوردينيشن، بيعملوا كوردينيت ذا اكتيفيتيز، بيعملوا تنسيق لكافه الانشطه اللي بتقوم بيها اللي بيقوم بيها كل الموظفين في المستوى ده. طب الناس دي ممكن اطلق عليها اسم ايه؟ يعني هل بيطلق عليها اسماء ايه؟ they are called، ممكن ان احنا نسميهم عده مسميات في اللي هم موجودين في اللور ليفل اوف مانجمنت. ممكن اسميهم سوبرفايزرز، يعني ناس مشرفين عندي، شيفت مانجرز اللي هم مديرين بياخدوا شيفتات او شيفت، office managers مدير مكاتب او مكتب، department managers اللي هي مدير او قسم، يعني يبقى كل واحد في قسم، دي كل قسم في المؤسسه ليه دور معين. فبالتالي دي الاسماء اللي ممكن تطلق. هل دول بس الاسماء اللي اقدر اطلقهم على lower level of management؟ لا، ده انا ممكن عندي اسماء تانية كتير، بس احنا حبينا نختصر الدنيا، فجبنا موجود في الكتاب عندك اكتر من كده، لكن احنا حبينا نختصر المفهوم بس عن المستوى الإداري اللي هو المنخفض، هو مين اللي بيشتغلوا فيه أو بيعملوا إيه، وممكن نطلق عليهم أسماء. تمام. بعد كده بنتكلم على the level managers، الناس اللي موجودة طلعنا بقى في المستوى الأعلى اللي هو في المستوى اللي هي الإدارة الوسطى. تمام. احنا كده خلصنا الإدارة الدنيا أو الإدارة اللي هي اللي تحت الإدارة الوسطى. بعد كده طلعنا على الميدل، the middle managers، مين هم المديرين اللي موجودين في المستوى اللي هو the middle of management اللي هو في المستوى الإداري المتوسط أو الإدارة الوسطى زي ما بنطلق عليه. بنقول they are found between the first line manager and the top manager. طبيعي، يعني احنا لو جينا رجعنا تاني، هرجع تاني سريعا، لو رجعنا تاني للمثلث اللي موجود هنا، لما باجي اتكلم على الميدل مانجرز بنقول ان هما موجودين بين فيرست لاين مانجرز ومين كمان ان ايه ان توب مانجرز، هما موجودين في النص ما بين التوب مانجرز اللي فوق وما بين الفيرست لاين مانجرز. فبالتالي طب الناس دي اللي موجودين في الاداره الوسطى وظيفتهم ايه او بيعملوا ايه؟ خلاص بيقول لك ان ذس ليفل، في المستوى ان ذس ليفل اوف مانجمنت، في المستوى الاداري بتاع الميدل اللي هو الميدل مانجرز، في المستوى الإداري ده بنقول إن managers spend most of their time، بيقضوا معظم وقتهم supervision the work of their subordinate، يعني هم بيعملوا بيكونوا بيشرفوا على الموظفين أو اللي هو subordinates اللي هم المرؤوسين، يعني هم بيكونوا بيشرفوا على المرؤوسين، لأن هم أصلا في المستوى الإداري المتوسط مسؤولين عن المستوى الإداري اللي أقل منهم، والمستوى التوب مسؤول عن الميدل، فهما هي سلسلة كده متواصلة مع بعضها. فبالتالي دي بقى هي وظيفتهم مختصرة، يعني ان هما بيعملوا ايه، ان هما بيقضوا يعني spend most of their time، ان هما بيعملوا معظم وقتهم بيعملوا عملية ايه، اشراف على المستويات اللي هي ايه المستويات الادارية اللي اقل ايه اللي اقل منهم. طيب قال لك they manage the first line managers، هما بيديروا اللي هو زي ما قلنا في المثلث اللي فات الفيرست لاين ايه الفيرست لاين مانجرز، هما بيديروهم كده. طب ممكن اطلق عليهم اسماء ايه او اسميهم ايه؟ they are called، ممكن انا يبقى الناس دي اللي موجودين في الاداره الوسطى ممكن اطلق عليهم اسماء ايه؟ ممكن يتسمى project managers، يعني مدير مشاريع مشروع، او store managers يعني مدير مخازن، division heads يعني رئيس قسم، او operational managers اللي هي مدير عمليات. دي اسماء، مجرد اسماء للناس اللي بتشتغل او المديرين اللي بيشتغلوا في الميدل ليفل اوف مانجمنت، يعني دي بس اسماء ممكن نسميهم، ممكن طبعا نطلق عليهم اسماء تانية كتير. نيجي لاخر ليفل موجود عندنا، بنقول ذا توب مانجمنت ليفل. التوب مانجمنت ليفل اللي هو موجود عندي في اعلى الشكل البيراميد اللي موجود عندي، قال لك مانجرز ار ريسبونسبل فور، يعني المديرين في الليفل ده مسؤولين عن كذا حاجة. أول حاجة decision making process، يعني إيه decision making process؟ يعني هم اللي مسؤولين عن صناعة القرار، وهنشرح دلوقتي ده تفصيلا بعد ما خلص السلايد دي. establishing organizational plans، بمسؤولين عن هم يأسسوا الخطط بتاعة المؤسسة أو الخطط التنظيمية.
Setting organizational goals هم كمان مسؤولين عن الأهداف التنظيمية. The overall strategy of the organization هم مسؤولين عن إعداد الخطط التنظيمية. هرجع سريعا قبل ما أقول اللي بيسموا إيه المقصود بالحتة دي. المقصود إن إحنا هنرجع تاني هشرح السلايد اللي جاية وهرجع تاني للسلايد الرقم 2 عشان أبدأ أشرح لك الدنيا هنا ماشية معايا إزاي. طب الناس دي إحنا ممكن نسميهم إيه اللي موجودين في التوب؟ إحنا ممكن نسميهم top level of management، ممكن نسميهم أو نطلق عليهم أسماء إيه؟ ممكن يتسموا managing directors، يعني مدير إداري. ممكن أسميه chief operating officer، هنا أفضل chief operating officer اللي هي اختصارها COO، تمام. ممكن أسميه أطلق عليه اسم president يعني رئيس أو vice president، وممكن أسميه chief executive officer يعني اللي هي برضو باختصرها CEO اللي هو المدير التنفيذي، يعني اللي بينفذه أو مسؤولين عن الأعمال التنفيذية اللي موجودة. سريعا هنبص على الليفل ده، على نرجع تاني عشان اشرح حتة مهمة. لما بنيجي نتكلم في الجزئية دي بنتكلم، هطلع من فوق لتحت. احنا بنقول ان اي مؤسسة بيكون عندها مجموعة مديرين او اعضاء مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة. الناس اللي بتشتغل في التوب ليفل اوف مانجمنت في المستويات الادارية العليا بنقول ان هم مسؤولين عن اعداد الخطط، مسؤولين يعني هم يحطوا ايه الاهداف اللي محطوطه للمؤسسه. الناس اللي بتشتغل تحت مجرد بتنفذ الخطط بتاعه المستويات الاداريه العليا، فهم بيحطوا خطط الاستراتيجيه، بيحطوا السياسات بتاعه المؤسسه اللي هتمشي عليها ازاي، بيشوفوا الاهداف الاساسيه الاوبجكتيفز اللي موجوده عندهم اللي هيمشوا عليها، علشان ما فيش مؤسسه ما لهاش اوبجكتيفز اور جولز اللي هي تمشي عليها وبتسعى انها تتحققها. فدايما في التوب مانجرز هم المسؤولين عن اعداد الخطط، اعداد الاستراتيجيات، اعداد السياسات، هم اللي بيحطوا لك الاهداف، علشان في الاخر المستويات الاداريه الادنى هي عليها بس تنفيذ سياسات واستراتيجيات وسياسات والخطط للي حطوه. فمعناته ان في ناس فكرها يعني في حاجات يعني في التوب ممكن نقول ان هي بتعتمد اكتر على الحاجات اللي هي الكونسبتشوالز اللي هي الحاجات المفاهيمية، يعني مفهوم الاستراتيجية، مفهوم الأوبجكتيفز، مفهوم البوليسز والحاجات دي. لما بيحطوهم بيبتدي بقى الميدل مانجرز اللي هو في موجودين في الميدل ليفل اوف مانجمنت موجودين، بيبدأوا ياخدوا الحاجات والخطط دي كلها يبدأوا ينفذوها ويبدأوا يشتغلوا عليها، تمام. وبعدين في نفس التوقيت الميدل مانجرز هم بيكونوا مشرفين او بيعملوا مانج من الناس اللي مين او للوركرز اللي موجودين فين في الموجودين في الفيرست لاين مانجرز. فيرست لاين مانجرز يعني الاداره اللي هي الموجوده او المستوى في الاداره، تمام. كل واحد من دول احنا شرحنا فيه ايه، واحنا بنقول يعني ده باختصار شديد، طبعا احنا يعني الكلام ده شارحينه بتفصيل اكتر في المحاضره. بتمنى انها تكون محاضره يعني بسيطه، ولو في اي صعوبات واجهتك ممكن تبلغني لما او تقابلني ان شاء الله فيس تو فيس وابقى اشرحها بشكل افضل ما احنا شرحناها. بس لو في اي حاجه متعطله عليك، احنا شرحنا جزئيه منها في الجزئيه بتاعه الفانكشنز اوف مانجمنت واتكلمنا عليها، فهنا بس جبناها بشويه من التفصيل. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.